بدور حسن ياسين عز الدين من اليمن، أنا مع الأطروحة في أنه يجب تدريس الدين بمناهج التعليم الحكومي وأصنفها في إطار المواطنة المتساوية، لأنها حق من حقوق المواطنين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود، ولأنها توسع مدارك الطالب دينيا، كذلك تكسب الطلاب عند دراستهم لجميع هذه المواد في قاعة واحدة من جميع الفئات المقدرة على التعايش والنظرة التسامحية الإنسانية رغم اختلاف أديانهم، وكذلك فإنها تذوب فيها الخلافات والنزاعات الطائفية، وإن عدم فهم الدين بالطريقة الصحيحة وحصر المعرفة الدينية فقط في دين واحد هو ما أدى إلى نشوء ظاهرة الإرهاب التي عمت على الفساد في هذه الأرض، والتفرقة الإنسانية من تدمير المساجد وكنائس، وتتم هذه الطريقة بإدخال كادر تعليمي ذو كفاءة عالية يسمح لهم بتدريس الطلاب في جميع هذه المواد الدينية، وبأن تكون على عدة مراحل، تكون المرحلة الأولى في التدريس مبنية على المبادئ الأخلاقية المشتركة في جميع هذه الأديان السماوية، ومن ثم التطرق إلى المرحلة الثانية التي تقوم بالتوسع في دراسة هذه الكتب السماوية بشكل موسع.